وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بارك الله في جميع المقصدين. ولما استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل بأن التكليف حاصل قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان وتارك الصلاة مكلف. تارك ضرورة أن. أرشي دروس دولي. وتارك الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت، فلو لم تكن الاستطاعة قبل الفعل متحققة حينئذ لزم تكليف العاجز وهو باطل. أشار إلى الجواب بقوله ويقع هذا الاسم يعني لفظ الاستطاعة على سلامة الأسباب والآلات والجوارح، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن قيل الاستطاعة تمام دغاء إدامه هي أوى يقع هذا الاسم على أوى وصحة التكليف تعتمد على أوى نقويدي دلاتك أوانيك قائل بوانك استطاع قبل الفعل كما تزيبا بلى استدالي بوانك دلان تكليف بيش فعلك هي تكليف لبشري بيش أنجام داني كاركي هي چونك ضروري لنظر إسلامي و ك يعني جزء بديات إسلامي أو ضرورة عقلينية ضرورة شرعي دينية ك كافر يعني لضرورة أن يعني هو بديهي أو حكم هذا الإسلام ده كافر مكلفة بإيمانه ده كافر ده وقت جدا ككافر مكلفة ده نبنا حي تشي ده قيش ده مكلف نبيه بو قبل الفعل أو مثالا بو قبل الفعل هاي أدي كافر ده قبل الفعل نيا إيمانك كدوا كفر كينيا حالي حاضر كافرة هلو كافرة مكلفة بإيمانك هي الآن مؤمنة نا مؤمنة دقا مؤمنة بو قبل الفعل بو إيدي دا حالي كفر دا كفر بيش إيماني قبل الفعل نيا كفر قبل از إيمان بلا فعل دي قبل از فعل نيا قفعلك إيمانك يا كفرك فعل قبل وينيا مكلفة بإيمان كإيمان فعلا بلا بلا في دعبايك من هيا دعبايك بيانان قوني لبن كل شيء دي باش نيجان جور كل شيء دي سيته وبش قوني حالي بوي واتسي او دعبايا شون دا حالي كفرك اي داني مكلفة بإيماني إيمانك دواي كفرك يا اي شون اي فعلك لما إيمانك واني قبل الفعل مكلفة بفعلك اي استفادة بلا حالي بوي بلا دين أبدأ تارك الصلاة وأنا صلاتي هناك وأنا مكلفة بصلاة خد الحين صلاتك يداني بيجوي صلاتي بكذا نقول الحين يدق يشتي خو مكلفة بصلاة كابري تارك الصلاة دواء أوي وخد داخل هو ما هو ضرورة عقلي شنو دفرمي هل ضرورة شرعية أخا مكلفون بإيمانيا شتيجي شرعية وابلين اي عقلانيش كابرا هر بيجوي كافر بي لحيني كفر قيها مكلفني بإيمان هر عقلان عقلان ليشو مكلف اقا ضروريني حدي اقل دبي إيمان ثابت بي بعقل وجادوها اي شو كفر إيمان ثابت بوني خدا ودوها إيمان وخدا همي بعقل ثابتنا بي همو ضروري شا دلالي ضرورتي أنا ما لا مثل لك في العلوم دين إيمان وصوت كرة أخذ شون ضرورية أوى بديهية؟ خدا ضرورية الله أكبر أجاك بديهية استدالي بوتبو صامي التنبيهات حايا 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 دي ملا بلا دي فلو لم تكن الاستطاعة متحققة أجا استطاعة متحقق نبايا قبل الفعل حينئذ بلا دحين كفر كدا ودحين ترك كدا بلا لازم دهات لازم دي اگر موانيك نبا لازم دهات لازم دي تاكا فلو لم تكن اواياني اغوانا بي فلو لم تكن اگر استطاعة متحقق نبا لازم دي تكليف عاجزي چونك اگر قدرتي نبا وعاجزة اي بلا واد بي قدرتي تاكا اگر استطاعي نبا لازم دي تكليف عاجزي كتكليف عاجزي جباطل بلا
جادلت شنك استدلالين أوان دليلي قرسيان أويا بلى دلان أجا قبل الفعل نبي تكليفي عاجزي رددا بلى تمام جادلت إشارة شنك استدلالين بوي كدو إشارة بجوابك كدو دلا استطاع دو معناي هي استطاع بسلامتي أسباب جدلن بو قدرة جدلن ككاركي في ذكي بلى تاكا أو صحة تكليف وشتاء أو قدرة كاربيك إنكي ناوي سلامتي أسباب كي دي بيه بلا موقوفة بوصر سلامتي أسباب بشرك سلامتي أسباب آلاتي ومكلفة بلا ويقع هذا الاسم يعني لفظ استطاعة بوصر سلامتي أسباب آلات الجوارح دليل هل وكو بو استطاعة تجدلن ككاركي في أنجاب ددي تاكا وكو دو آتي دا ولله على الناس حج البيتي من استطاع من استطاع إليه سبيلان أسباب آلاتك يهبه استطاع سبيله به يعني بدن إسلامك به وماليه به أو منزولة بلى شاكا وقدو آياتي داكا استطاع بمعنى أو سلامة أسباب آلات جوارح بكارشوا بلى أس جملة أود أنا استطاعتك شاملي بشي ماليش هي ليرا بلى لآياتك إذا ونيا يقع هذا الاسم على أوى وصحة التكليف تعتمد على أوى إدامكي بلى صحة التكليف شاكا موقوفة وصف أو استطاعتي أو استطاعتا سلامة أسباب سلامة نبي استطاعتي بمعنى أولا تمام ولله على الناس حج البيت من استطاع دو تشجيب تدايك منك بدل بي لناسي يعني لله على الناس يعني على من استطاع من بدل بي بدل ناسي ترجيب جيش أويك فاعلي حجي بي من لو جانيك إذا فكرة أولا مفعول مفعول بيد مفعول منك فاعليتي بلا حجي بيد جحد زكيبك من استطاع تمام بلا بلا تمام بلا بلا شي يقول خلاف بلا تمام فإن قيل الاستطاعة صفة المكلف وسلامة الأسباب والآلات ليس صفة له فكيف يصح تفسيرها بها استطاعة صفة مكلفة سلامة أسباب آلات صفة أسباب آلات أنا صفة مكلفين شون صحيح تفسير استطاعة بسلامة أسباب آلات بكرة وتفسير بمباين أو قلنا المراد سلامة الأسباب والآلات شاكا وآلاته نرى سلامة الأسباب والآلات وآلاته سلامة أسبابه وآلاته سلامة أسباب آلات مكلفة وش وايا والآلات والآلات سلامة أسبابه نخر مواصل سلامة الأسباب والآلات أدي وينك وكتب وينك أوا أوي شوريك يا عمي هرشي كان أوش سلامة الأسباب والآلات دي أول شيء أوي ما مسمى لباقي سلامة أسبابه وآلاته وآلاته أبنى صباح بوابه أول غلطة المراد شو كبو خيمت نكد الله سلامة الأسباب والآلات تدل مراد سلامة الأسباب يعني عيني عبارتك هي دلي معلومة واني هي بلى تمام بلى دقسة كم حالي بو عيني عبارتي بدرس أي ونيا أخذ ونيا بو خوي وادلا دلا ويقع هذا الاسم على سلامة الأسباب والآلات يتوجب لي مراد مرادنا سلامة أسباب وآلات وجوارح سلامة الأسباب والآلات عيني خوي بخوي بليوا بلا تو لم حالي بوي لك سلام خدي متنك أوي سلامة الأسباب والآلات دي جاي مزلين أتوب لي مراد لو متني سلامة الأسباب والآلات وقصة يا حالي بوي لي بلا مشتكي بلا أما أجي إضافة كدر غلخص دلي سلامته منزورة سلامة أسبابه منزورة سلامة أسبابه جوصفي بها حالي بو ملا بلا مصيقا
سلامته شيء عبارتك؟ أسبابه وآلاته. قلنا المراد سلامة أسبابه وآلاته. أتدري استتعاب سلامتي أسباب آلات دلد دس أسم استطاعت وصفي مكلفة سلامتي أسباب آلات وصفي ويني أتون دكت بوي تفسير مكلتوا أويش دلد بعد كما وصفي وي تاك بإضافة كرني دي كما وصفي وي منزول لسلامتي أسباب آلات سلامتي أسباب آلاتي مكلفة مكلفة أمزولة أوش وصفي ويني سلامتي أسباب آلاتي تو وصفي تونيا بلا سلامة الأسباب والآلات سلامة أسباب وآلات مكلف منظورة بلى مكلف شربك متصفة باستطاعة متصفة بسلامتش حيث يقال هو ذو سلامة أسباب بلى إلا أنه كدلي هو ذو استطاعة دتوالي الله هو ذو سلامة أسباب بلى إلا أنه لتركبه لا يشتق منه اسم فاعل يحمل عليه بخلاف الاستطاعة بلام سلامة أسباب آلة لبروي مركبة وصفة اللي اشتقاقنا كحمل بكر تسر كابري وكو استطاعي في بلاي أو مستطيعة ونيا لوي وصفة مشتق دك إذا لي مستطيعة أما بوي إذا لي تيخو توصي وصفة اللي مشتقنا كلي لبرت الجبر مزوري بزوي تعبير كي وأقب فرض كتابي متصفي متصفي بكي بلا حمي دير وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة التي هي سلامة الأسباب والآلات لا الاستطاعة بالمعنى الأول أو إدامين متن كيف يشي أو لفظة سلامة أسباب آلات جدلن صحة تكليفش انتاكا باربشتكي أو استطاعتين صحة التكليف بالأساسي أو استطاعتين أو استطاعتي شكل دقري معتمدة بوسر أو يعني أو لازمة بلى موقوف موقوفة بوسر أو استطاعتي كبريتي لسلامة أسباب نج استطاعتك أولا بلى دين فإن أريد بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأول فلا نسلم أو إدامة يندب عن نقطي اليدابة متوجبوي لذياتي نقطي أقول فلاشي شليدا كيعني أو إدواية إدامة أو أولا فلاشي قلوية فلاش يجيج لخواري كربتي أو جوا نبدأ لجاتي وبخد وصلي كنوا ذاك أو فلاش إيرة أوش فلاش متنك إخواري يعني أو جوانا إدامي يكتب أبا أو دبو آوي يكربا يعني نا آوي يكربا دبو جداينا نصيبا نا دبو ببدا خواري بلا بلى فإن أريد بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأول فلا نسلم استحالة تكليف العاجز وإن أريد به عدمها بالمعنى الثاني فلا نسلم لزومه لجواز أن يحصل قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات وإن لم يحصل حقيقة القدرة التي بها الفعل وقد يجاب تمام بلى بلى جاء استطاعة بوش دلن اگر تاكا اگر منظوريان لقائلين كان مستدلين كان لمعتزلة اگر إرادة بكري بعجز قبلي قبل بلت كافر مكلفة بإيمان وتارك صلاة مكلفة فلاني اگر استطاعتي نبي دحيني كفرك ودحيني صلاة تركك إلى أو لازم لتكليف عاجزي أجر منظور بعجز أو هيك استطاعتي بمعنى أولين يا بلى ناس من إنك محال تكليف عاجزي أو بلى تكليف عاجزي أو محالني عاجزي كي كبو معنى استطاعة حين الفعل كي نبي بلى بلى با استطاعتك شي نبي أو يعني متصف نبي بو استطاعة حين الفعل بلي محال تكليفي وانيا تاكا اگر منظور با عجزكاج عدمي استطاعي بمعنى دوما ناس المنين او لازم دي لازمين يا لازم تكليف العاجز
فلا نسلمه استحالة غلطة منها. تمام؟ نعم؟ استحالة لزومه؟ بلى. واستحالة تكليفه؟ وإن أريد بالمعنى الثاني فلا نسلمه؟ لزومه. لزومه استحالة لزومه. تمام؟ بلى سيدة. منها متوجه بوي؟ بلى. قوليني ليش نسخة كندا؟ بلى. ليتي؟ يا معلومة دروزني يا الله. آبا خد كلمية واني تشكا. آبا نقطة نقطة كلمية. بلا مستقبل. الناس لا نسلم لزومه لازم نايا. شنك ذكرية حاصل ببي قبل الفعل أو سلامة أسبابه. تاكا وبالأساسي وش تقليف لي ذكرية. بلا. وإن لم تحصل حقيقة القدرة التي بها الفعل با نية تزيع تاكا حقيقتي أو قدرتك في اشتباس ما كدوت ماهيتي أو قدرتك بها الفعل بلا أو حقيقة معنى أو نية أو معنى ديك مجازة بوكتو يدي حقيقة ما هي بزانا هيتي لسنة نصر أو ندى بها تعبيري وايبا مصاقين عوني لا والله جدا حقيقتي تيبرت تين والاستطاعة مع الفعل خلافا للمعتزلة وهي حقيقة القدرة أول ما تنفي أولي دسبيك كمان وهي حقيقة القدرة التي يكون مالا. بها الفعل حقيقة أويا أو شر يعني أويدي كمعنى مجازية ما صار قدر الحال ها؟ نسيدي لسري حال شها؟ ما صار حقيقة تذكر من بحالنا حال دام باسي نحوية كيدا كين يا باسي معنى كيدا كين ها؟ أوين سيفر وشي نا لوين ها ليرة وإن لم تحصل حقيقة حقيقة ها؟ بلا أها وإن لم تحصل حقيقة القدرة التي بلا أسلوي وين سيو أها حقيقة كلو تحال لوين سيوتي بلا يعني شو اخو انه حقيقه اني بيش بيت نقلت ها الحقيقه القدره حقيقه القدره جاك يعني ما هي نيكين معنى حقيقه بو الرجال الاشتراك النقري بكين ما هي آه يعني باء أو ماهية تجنيت يعني باء أو حقيقة تجنيت شو نقول كتير كده حقيقة يعني أريدك صدر مجازة بصورة جدا احتمالي اشتراكها يعني ده هل كان ده حقيقة بيه بلى شاكا جازا ما مستمر لا باقي شيء لسه نصيوا نصيوا تيجي ما صحيح لسه خدي حقيقة لجيران نسيتي حال باقر حال باقر شو ندري حاضر صليت يعني وإن لم تحصل حقيقة القدرة أولي كده وقد يجاب بأن القدرة دي عن هو يكشي لقى القرمة نقرأ وقد يجاب عنه بأن القدرة صالحة للضدين عند زانا وجه عنه إذا قال ملا نخيل ما وصل عنه غلط عنه في كوجينا بلى بلى بأن القدرة صالحة للضدين عند صالحة بلى للضدين عند أبي حنيفة قربان سيتي رضي الله عنه أخ رضي الله عنه بلفزي صحابة بكر ناسي ينبو جاب خرافة بخلش ديك الله رضي الله عنه منزولهم أويك مصطلحة
مثلا الحديث ده قد نبي صحابي بصحابة كده رضي الله أبو كاني كده رحمة الله عليه رحمه الله بلى أو نسيت رحمة الله رحمه الله رحمه الله أجيته أوش رحمه الله أول شيء أجوانا رضي الله عنه رضي الله عنه بلى عند أبي حن شهام بس لما سيد ولا هيش حنفير بإمام أبو حنيفة إن الله رحمه الله عمو يهبي دان رضي الله عنه حالي بوي تسر أسلوبي ما تيم روي أنا هرواية بو يعني شاري حكا بلى بلى رحمه الله أنبي كما وكو صوفي رحمه الله أن بو شيخ كيبي كما أنا قدس الله سره العزيز الله رحمه الله دبيو دعاء بك عمري أو كيشون بو إمام أبو حنيفة الله رحمه الله دين خديناك أخو إشكالي مياه دين بلى عند أبي حنيفة رضي الله عنه حتى أن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي تصرف إلى الإيمان حتى إن القدرة المصروفة إلى الكفر بوح أنني إني حتى دسيت السر اسمي ميك حرف جر بويا شون بحرف جر معنينا يا هاليوي بلى بك حتى يتيني يتبو ابتدائية حتى إن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي تصرف إلى الإيمان ولا اختلاف إلا في التعلق وهذا لا يوجب الاختلاف في نفس القدرة فالكافر قادر على الإيمان مكلف به إلا أنه صرف قدرته إلى الكفر وضيع باختياره صرفها إلى الإيمان ضيع باختياره صرفها مفعول الضياع بلى فاستحق الذم والعقاب دلا بعض الأوان جواب دعوته المعتزلة في أنا قدرة صلاحيتي أن جامداني هدو زيد كاني هيا للاي أبو حنيفة شاكا للاي إمام أبو حنيفة صالح أبو أن جامداني أبيش ونيا حتى قدرتي كسرف ذكري إلى الكفر عيني وقدرتي كسرف ذكري إلى الإيمان شاكا دو قدرتني بلا يق قدرتا أو ونيا بلا لا اختلاف بيني أو دو قدرتان إلا دا تعلق دا شاكا وهذا لا يجب الاختلاف اختلافي في التعلق باعث اختلافي في نفس القدرة كبريدون شاكا بلى بريدون كافر قادر على الإيمان شاكا بس كوابو تفريعا بلى ما دام قدرة صالحة وهردوشان كافر قادر على الإيمان كمكلفة به بلام أو صرف قدرتك كدو إلى الكفر بلعب. يعني متعلقي كدو بكفر بلعب. والتضييع كدو باختياري خوي صرف قدرتك إلى الإيمان بوي استحقاق زمن تمام جائمة ولا اختلافية لا اختلافة بزاني نسخي ما مصام لا باقري لا اختلافية ولا اختلافية ولا يا ولا اختلاف حتى إن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي تصرف إلى الإيمان شاكا هي بعينها أويا ولا اختلاف إلا واويليا أوج واويليا أوج ليتي أوج ليتي أدي أوا أوليني ما أصدر أوا أعتقد حتى إن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي فلان شاكا لا اختلاف إلا في التعال واويليا نبي شاكا بلى بو واويليا نبي شاكا عبارتي مصنفي لسر آوان نا أتو شون حكمي دكي بوي واو هبي تاكا يا نبي تاكا واو كلمة وصلة بلا. وصل فصل أود بيد الله واو هبي يا نبي بلا.
ونياخر دي أو تأكيدي تأكيدي بعينها يا بلا تأكيدي بعينها تأكيد عطفناك بتوصل مؤكدة كي بلا جاء من نالم مصنف شوني كتوه ولي عربية دبي واوي لنا به للجهة بلاغية أي شون شون أولا اختلافة جاء أو تقوية باعو نسخي بيبقين كواوي لنا تمام بلا وهو يا وهذا بزانا وهو يا وهذا يا وهو يا وهو يا اها اه وهو هذا يا اوان هذا مثلا ادي اوان وهذا ابدو انا هذا ابدو وهو يا ان ان القدره هي بعينها اوا لا اختلاف الا في فلان وهذا وهو لا يجيب الأوش هو ساتلا وهو ساكا لا يجيب الاختلاف في نفس القدرة دي. تمام؟ بلى أو جوابش دراوة تواف دي ولا يخفى ولا يخفى أن في هذا الجواب تسليما لكون القدرة قبل الفعل لأن القدرة على الإيمان في حال الكفر تكون قبل الإيمان لا محالة فإن أجيب عنه بأن المرادى أن القدرة وإن صلحت للضدين لكنها من حيث التعلق بأحدهما لا تكون إلا معه حتى إن أوجه ابتداء القرآن حتى إن حتى إن ما يلزم مقارنتها للترك خبنا للترك بلى حتى إن ما يلزم مقارنتها للترك هي القدرة المتعلقة به متعلقة به دين أو للفعل يدي أو إدواء يتو إدواء دخلني وتسدك يا نعم أستاذ أبتكينا نسيبه أو محذوفة لو جناب ده زاد بلى حتى إنما يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل وما يلزم مقارنتها للترجي هي القدرة المتعلقة به وأما نفس القدرة فقد تكون متقدمة متعلقة بالضدين قلنا بالضدين يا بالضدين قلنا هذا مما لا يبصر فيه بل هو لغ صريح بلى أو تسليما لكون ملا بكونية أو يخوت شاكا ملا بلى تسليما لكون القدرة قبل الفعل لأن القدرة على الإيمان في حال الكفر تكون قبل الإيمان لا محالة حتى إن جاء أوزار دل لا يخفى أو جواب تسليمي أو تدايا تسليم بوني أو كقدرة قبل الفعل به جاك أتو دل قدرتك صالحة بولي الدين خد حيني أولي الديدانات واني اللي دك يديك بكا أو تصالحي للي الدينا يعني قبل الفعل هيا أي شون فز أو جواب تسليمي أو تدايا كقدرة قبل الفعل به بو شنك قدرتي على الإيمان في حال الكفر قدرتي على الإيمان في حال الكفر تكون قبل الإيمان بلد. قدرتي على الإيمان في حال الكفر إيماني في حال الكفر قدرة بلسرع إيمان في حال الكفر قطعا قبل الإيمان كيا بلد. لنا بينالا في حال الكفر تاكا لا محالة تاكا بلى كواب أما تختي أي أبو حنيفين آكين ونيا أدي سدكي ساكا صالحة للدين عند أبي حنيفة أبي حنيفة دل قدرتك صالحة بوهر دوشان
يعني سلامتك صالحة وهر دجال أبيش سلامتي منزورة سلامتي أسباب وآلاتي أي شون أتو لقصة كيبي خراب حالي بلا تمام بلا فإن أجيب عنه إليه أو عنه إليه بزانة ملا أبدو أنا اللي أنا بس أخي ما صليم عنه ينابه أجيب بأن المرادة عنه ينابه ذاك عنه كي خدج فإن أجيب أقد جواب بدري توا ذاك بو أو اعتراضي لو اعتراضي جوابي اعتراضي كلا يخفابو ها؟ جواب بدري توا بلاي منزوري إمام يعني بدفاع لقصكي جوابكي بيشي جوابي أو اعتراضي بدري توا بلاي مراد أويا كا قدرتك باصل حد للدين جبه ها باصل حد للدين جبه بلا من حيث التعلق بايش كان هردا قلوي دبي من حيث التعلق هردا قلوي دبي حتى او قدرتك لازمه مقارني فعلك به او قدرتك متعلقه دقل فعل بفعلك او قدرتك لازمه مقارن به بتفكير او قدرتك متعلقه بتفكير وأما نفس قدرتك صرف نزل لتعلقك تاكا فقد تكون متقدمة متعلقة بالضدين متقدمة ومتعلقة بهرد الضدين أو الضدين بالضدين بلا بلاي منزوري لويا قدرتك با صالحيش بيد نفسي خويدا صلاحيتها ببو زدين بلام لو حيثيته وكتعلق بأحد الزدين دقليا هردا قلوي دبيا وانيا حتى او قدرتك لازمة مقارني فعلية بيا اوياك متعلقة بفعلية يعني من حيث التعلق اويانك يلزم مقارنتها همانك متعلقة بفعلك وأوشتيك مقارنة دقل تشي همانك متعلقة يعني بتعلقك يلك جلال ابنوا أو أي مقارنة دقل فعلية مطلقة كنيا أو قدرتيك مقارنة ك... كمتعلقة كيا أو من حيث الت... أو تاكا بلا أو قدرتيك متعلقة أو مقارني فعلية أو أي مقارنة تشي أو أيك متعلقة بتشي يعني بتعلقك مقارنتك ليك جداد بيتوا أويك مقارنة دقل فعلية أويك متعلقة بفعلية أوي مقارنة دقل ترشي أويك متعلقة بترشي تاكا منظور لويا قدرت با صلاحية زدين شيها بيسر في نزل لتعلقها بلا من حيث التعلق وصلاحيتي لدزدس يبو زدين من حيث التعلق اختصاص فيدادك بإيجان تاكا ونيا بلا مصدر با قادر صالح يجب بوزي الدين من حيث تعلق لغ جداد بيتوا اوالغ جداد بيتوا كأوي مقارني فعلية اويك متعلقة بفعلية اوي مقارني تشي اوي مقارنة متعلقة بتشي واما نفس قدرتك يسر في نزل لتعلقك او متقدمة لسر فعلك ومتعلق شبه هردوشان يعني صلاحيتي تعلق بهردوشانية يا بلى شاكا متعلق قلنا مجدلين هذا مما لا يتصور فيه نزاع شاكا أأوك قدرك من حيث تعلق هردقل يو من حيث تعلق بتركيا وهردقل تركيا أو جي نزاعين يا شاكا جي النزاع نخو النزاع دو دانيك متعلق بمعلومة هالأوا شاكا بتي كابراي بفيس بهوايا بريك معلومة قفر بفيس بهوايا هما خوقتا هتو قد تعلق الرقل خص معلومة من حيث التعلق تازة صالحني بو شاكا تازة صالحني بو أوي ديكا بلا ونيا أو من حيث التعلق هردا قلو دي بيو خصي بمني دلي أوش ديقنيكا كنزاعي تدا قابل تصور بلا بل بداهته بل هو لغو من الكلام بلكو اصلا قصيتي لغوة تاكا قصيتي لغوة بو لغوة فليتأمل
بلى بأن وإن صلح للدين لكنها من حيث التعلق بأحدهما هر معهود به ساك من حيث التعلق هر معهود به بلى. وأما نفسي قدرتك متقدمة ومتعلقة بالضدين دلاء أوي أجا متعلق كي تأوينكين واللغوة أجا تعلقك أوي دواء النفس فقد تكون متقدمة متعلقة بالضدين بلى أجا أوي وتأوينكين وكلامك باطلة شون النفس قدرتك متقدمة ومتعلقة بالضدين معناته شون متعلقة هم زمان بدو زدان بلى أو متعلقة ما من أول التأويل كده؟ بلى. صلاحية. متعلقة. صلاحية. يعني صلاحيتي تعلقي هي يعني أجا أوي تأويل لك أيوة هالكلام يجي باطل. بلى. أو ونيا؟ بلى. آه ود. زين اللي سلف فهمك إيش نصيبه؟ نصيبه شو؟ شو نيا وشو اللي سلف؟ هو لغوة. شاك اللغوة يعني أجا أوي تأويل لك هنا ولا لغوة. يعني أوا أجا تأويلي بكين أوا كلامي شي صحيح أو أما نز محل نزاعني أجا تأويلي شي نكين أوا باطلة بلى بلى بما ليس في وسعه عبد مكلفني باش تيجي كذا توانا إيدانا به بلى وسع يعني طاقة توانا بلى سواء كان ممتنعا في نفسه كجمع الضدين أو ممكنا كخلق الجسم بلى سواء كان ممتنع بيد نفسي خوي دا ذاتي خوي دا اشتكى بويا دا وسعي بيداني وكو جمع زدين يا ممكن بي وكو خلقي جسم كأمري شي ممكنو أما دا وسعي بشري داني بلى ساكا خلاصة عبد بشتي ما ليس في وسع مكلفني وأما ما يمتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه كإيمان الكافر وطاعة العاصي فلا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدور المكلف بالنظر إلى نفسه بلا مشتيش كممتنع به ممتنع بوني منزول ليس في وسع أو في نفسه ممتنع به يا ممكن به أما دتوانا دانا به بلا مشتيش كممتنع به بنا لسروي كخدا خلافي ويزاني وابويا ممتنعا يا خدا إرادة خلافي وكربوية ممتنعة خلاف مراد خداي ممتنعة خلاف علم خداج ممتنعة شتيجيكا ممتنع بونكي بر أو أساسي بيو بنا لسر أوي بيه وكو إيماني كافري جيكا مستمر دبي لسر كفركي وكو طاعتي عاسي تاكا إيمانيناني كافري مستمر على الكفر وطاعتي عاسي فلا نزاع نزاع دوي داني كتكليفي سهل في جائزة تكليفي في واقع إيشا تكليفي في كراوة أولي التكليف لعموم خلطي كراوة إيماني بين لا أبو جهلش كراوة لا أبو لهبش كراوة دا زمن عمومي خلطي دا دا سورة تجد أخدا تبارك وتعالى زانيوتي وإرادشي أوي كبك إيماني نيانا بغلطة بإخياري فعلا بلا تاكا أقبا لكونه مقدورا للمكلف لكونه مقدورا للمكلف يا مقدور المكلف مقدورا للمكلف بالنظر إلى نفسه شنك بنظر ولاي نفسي كاركيسا في النظر لو يخدع علمي بعد موقوعك يربيع علمي بوقوع خلافك يربيع إرادة خلافك يربيع في نفسي ذاتي خو يعني أوا تاكا ممكنة مقدورا للمكلف ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه ثم دون دواء أو توضيح الزاني عدم وجب زانك عدم تكليف بما ليس في الوسع متفق عليها مرد نزاعني لقوله تعالى لا يكلف الله شكر آية صريحة لسلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تاكا بلى والأمر في قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء لتعزيزي تاكا أدي شون قوايا خواد فرمي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ودلي أمرك متفق عليها أدي شون
وعليك أخوي تبارك وتعالى بملائكة أنت فرمي أنقو أسمائي هؤلاء مبين عند سورة جدادة وسعيوان دا نبوه هو بلى ساكا دل أو أمر بو أمرنيا أو أمر دا أنبئوني بأسماء هؤلاء بو تعجيزا نبو تكليف يبلا ودا وسعيش دا نبو أمشي بكرة أو أمر أمر معناه حقيقي مراد نبو وتعجيز بو أمر بو تعجيز بكاردة بردوي بلى وقوله تعالى ساكا حكاية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ليس المراد بالتحميل هو التكليف تاكا بل إيصال ما لا يطاق من العوارض أو آتيك بحكاية حالي بندقان وبحكاية لبندقان دفرمي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به تاكا ما خسر ما شتيش كطاقة مانية كأنه أقر خداي تعالى تكليف بما لا يطاق نكا بما ليس في وسعي نكا شون عبد الله لا تحمل يعني دعوة شتيش إذا كان كا ها كهيا تاكا دلا أو آية مراد بتحميل تكليف ندو آية إذا يعني مكلف مان مكابة وشتيش كذا وسع مان دانيا بلكو منظور إيصال ما لا يطاق من العوارض يعني عوارضه نخوشي وبلا وشتيشي كذا طاقة مان دانيا ما يجينا بيمان بلا ليس المراد هو التكليفة جوتا ليه بلا أو هو ضمير فصلية بلا بل إيصال بك فتحة إيصال ونيا جاكا بل إيصال فز عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه لقوله أول أمر في أول التعجيز وقوله تعالى ليس المراد فلان فز عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليها وإنما النزاع في الجواز نزاع دويدا داخوا عقلا جائزة يا جائزنيا دنا أوكروا نداوى مورد اتفاق او مورد اتفاق روي نداوة اما نزاعك دويدا داخوا جائزة تكليف ما لا يطغينا تاك فمنعه المعتزلة بناء على القبح العقلي وجوزه الأشعري لأنه لا قبح من الله لا يقبح من الله شيء يقبح يا يقبوح دادي بينا ولو غنامي هاي هو ومتعدية قبح يقبح أوجأو دين قبح يقبح ضد حسنا قبح يا بلى جاكا لأنه لا يقبح نزاع كذا جواز ده معتزلة منعي كده منعي جوازك كي بناء على سر قبح عقلي يعني بناء على سر كقبح عقلي تداية تكليف ما لا يتاقي بلى أما أشعري بي جائزة شوكا هش تقول لك خداي قبيحني قبيح خدا دياري دكا نق قبيح دا بيش دا دياري كرا بيو كاري خداي بوش دا دياري كرا وسابقي هم سنجينين تمام؟ بلى وقد يستدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على نفي الجواز وتقديره أنه لو كان جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال ضرورة أن استحالة اللازم تجب استحالة الملزوم تحقيقا لمعنى اللزوم لكنه لو وقع لزم كذب كلام الله تعالى ومحال وهذه نكتة في بيان استحالة وقوع كل ما يتعلق علم الله وإرادته واختياره بعدم وقوعه وحلها ناتو أنا مشيدي كبصة الله يعني.